ان انت دلوقتي بتتكلمي محدش جبرك على الكلام. لا خالص خالص، انا طالع عشان اخد بنتي، انا طالع عشان اخد حقي، محدش جابرني. محدش قال لك ان تطلعي او مهددك ان تطلعي تكلمي ولا الكلام ده؟ لا انا طالع عشان اخد بنتي، مش طالع عشان حقي ان ولا حد محددني. طالع عشان تاخدي بنتك. اللي هو يعني يعتبر من ساعة ما مامي ولدتني، شوية عند ناس، شوية هي تاخدني تبهدلني، شوية شوية ترميني في نص الشارع وتسيبني وتمشي، شوية ناس تانية خدتني لغاية اما الناس دي اصلا ماتت. يعني هي الناس دي يعتبر كانت مبنيني وانا صغيرة، خدتني شوية، وهي اللي انا كنت قاعدة معاها دي جالها السرطان وماتت. وبعد ما ماتت هي خدتني تاني وقعدت، وراحت ودتني عند ابويا شوية، وبعد كده ودتني عند ست شوية، وست دي برضو توفت اللي هي مامتها اصلا. وبعد كده رجعت خدتني تاني، وبعد كده راحت ودتني لابويا بقى ساعة ما حصل المشكلة دي. يعني ما عشتش في مكان معين او ما تربيتش في مكان معين. ان باباكي ابوكي كان حبسك في البيت لمدة 7 شهور؟ 10 10 اشهر. كان حبسك وما كانش بينزلك؟ ما كنتش ببان اصلا خالص. وكان بيتعامل معاك ازاي؟ كان يعني ايه، كان مثلا لو عايز حاجه وانا ما مرضتش اعملها كان بيربطني ايده ورجله ولتم بقي وبيضربني بالخرزانه. سمعت كان بيحرق شعرك؟ كان قصصهولي خالص ولسعني في جسمي، بوظ لي جسمي خالص. ولما حصلت الواقعه بتاعت الحمل ديت، مين اللي اكتشفها وعملت ايه؟ انا ما كنتش اعرف، انا يعني البنت الصغيره دي لما كانت بتتحرك في بطني انا ما كنتش اعرف، انا فكرت مصارين بطني هي اللي بتلعب، مش ما جاش في بالي اصلا حاجه زي كده. 15 سنة؟ كان حاجه زي كده، 15 ونص، حاجه زي كده. ففين وفين بقى لغايه اما هو كان جايب واحده اصلا كان داخل بيها الاوضه، وهو لما كان بيخش كان بيقفل الباب بتاع الشقه وبياخده معاه جوه الاوضه. فالمره دي لما جه كان قعد على الكنبه ورمى المفتاح لورا ودخل الاوضه وقفل ونسى المفتاح، فجيت انا واخده المفتاح وجيت طالعه وقافله الباب من بره ونزلت على طول. لما رحت لوالدتي وبقول لها بتقول لي انت كدابه وشتمتني ومش عارفه ايه وكده، وجرحت، قلت لها طب لو مش مصدقاني تعالي نكشف وكده. كشفت عليا لقيت التحاليل ان انا حامل وكده، فراحت قالت لي لا هو مش من ابوكي ومش عارفه اشوف مين ومش عارفه ايه والكلام ده. قلت لها طب تعالى انا هطلع اعمل محضر، قالت لي لا انا مش هاجي. قلت لها لا هنطلع عشان لو ما طلعتيش هقول ان انت برضو كنت معايا في نفس الحوار. جرحت سبتها ومشيت، فجت هي مشيت ورايا وجت معايا لغايه القناطر هنا واتخانقت معايا شويه في الشارع، وبعد كده رحت المركز وقلت تحت ما كانوش مصدقيني، قالوا لي لو طلعت كدابه او مامتك وزاكي وكده هتاخدي فيها 15 سنه والكلام ده. فجيت لما طلعت فوق بقى حققوا معايا كذا كذا واحد، فضلت بتاع 4 ايام اتحقق معايا، حققوا معايا ونفس يعني نفس الاسئله بيسالوهاني كل شويه، نفس الاسئله بيسالوهاني كل شويه من هنا لهنا. قال لي هاتي لي علامه في جسم باباكي وبتاع لو انت صادقه، فانا شفت علامه فقلت له عليها. لما عملت انا الطب الشرعي ما كانش راضي هو يعمله، كان المحامي بتاعه عمال يقول له هتعرضها الطب الشرعي وهو مش موافق. ابوكي كان رافض يلحقه طبيب شرعي؟ ايوه، المحامي بتاعه اصلا كان بيقول لي ده انا محضر لك بلاوي. فانا قلت له حضر اللي تحضره. فطلع ونزل فلقيته بيقول لي مبروك عليك القضيه وما تزعليش مش عارف ايه. فبقول له ليه؟ بيقول لي باباكي مرفوض ان هو رافض ان هو يتعرض على الطب الشرعي. قلت له لا هيتعرض. قال لي هو رافض. فانا لما طلعت قلت لوكيل النيابه، قال لي هو مش بمزاجه هيتعرض على الطب الشرعي. فعلا اتعرضت على الطب الشرعي. ايوه، هو بيحدد البصمات والجينات والكلام ده، التحاليل يعني طلعت مناسبه ان هو مفيش غيره ولا قبل ولا بعد، وطلع ان هو نفس جينات الطفله. ولما ولدت الطفله خدوا مني وخدوا منها وخدوا منه. وبعد كده لما طلعت قعدت شويه حلوين، وبعد كده طلعت التحاليل وطلعت ان هي بنته. هو بقى كان عايز، كانت مامته عايزانا اتنازل وقالت لي هجهزك جهاز كامل وهجوزك وقعدك معايا ومش عارفه ايه، وانا مرضتش. حتى ان والدتي قالت لي اتنازلي انت عايزه فضايح ومش فضايح، بس انا مش حد يقف جنبي،
بعد كده بعد ما خلصت المحاضر لقيتها بتقول لي انا مش عايزاكي تقعدي معايا وامشي عشان انا جوزي طالع، عشان هو جوزها محبوس اصلا. ده جوز امك. بعد كده تاني يوم الصبح الساعة 6 لقيتها محضره لي شنطه وفيها كبرتايه كده، وجت قالت لي امشي انا مش هينفع تقعدي معايا عشان الفضايح وعشان اختك وجوز اختك وكده. خدت بعد ومشيت هنا القناطر وكنتش لاقي مكان اقعد فيه. جت الست اللي هي والدتني اللي هي اصلا امي. ليه متبنيك؟ بس هي امي يعني، يعتبر انا مش شفت معاها اللي انا ما شفتوش مع اهلي اصلا. جت قعدت معاها والدتني واكل وشرب ومفيش اي حاجه، وكانتش بتزعلني خالص. بعد كده بقى هما لما جم خدوا قالوا ان هما هيثبتوا البنت الصغيره. كنت انا في الشغل مش هنا. ولما جيت فوجئت لقيتها بتقول لي ده هما خدوا البنت الصغيره على ان هما يعملوا لها الشهاده وخدوها وما جابوهاش. الناس اللي هما بتوع الدار دوت لما احنا قلنا لهم ان احنا ناخدها، المفروض ان انا اخدها اصلا. لقيتهم هما مدينها لناس تانية، بايعينها لناس تانية. بايعينها لناس تانية وما بلغكوش ان هما يطلعوا لا، حتى ما قالوش ان انا وافق او ما وافقش. رغم ان انت قلت ان انت هتروحي. انا قلت ان انا هاخدها. انا قلت ان انا هاخدها، بس كنت واقفة بس على البطاقة. طب البطاقة ما طلعتش عشان انت مش مفيش حد من، عشان ما حدش راضي يعملها لي اصلا. حدش راضي يضمنك من اهلك. لا. فانت بتطالبي بايه بقى تاني؟ انا بطالب بحق، عايزة بنتي. انا عايزة بنتي. ومش عايزه حد يتكلم عليا عشان ما حدش يعرف ايه اللي جواه، وما حدش يعرف ايه اللي بيحصل لي عشان حد يتكلم عليا.